النهارده بنشارك في اليوم العالمي للعرايس مع اصحابنا وحبايبنا وفرق مصر وفرق من بره مصر. الهدف من هذا المهرجان هو فكرة التواصل بين العرائسيين وبعضهم وتوصيل صوتنا حتى لأكبر عدد من الناس من خلال شبكة التواصل عبر الانترنت. برافو عليك. والله احنا بنحاول نقول للطفل، مش عاوزين نقول له اعمل صح واعمل غلط، على قد ان احنا بنقول له خد بالك من الفاظك، اهتم بمذاكرتك، اهتم ببيتك، اهتم باهلك، باصدقائك، ما يبقاش فيه عمر بيني وبين الاخر عشان الحياه تبقى جميله وتبقى كويسه.